أبت داركنا بتوفيق ونجنا من الغم يا مجمع. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه طريقا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو من أهل الجنة وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل يجمع ربنا بيننا ربنا ثم يبدأ بيننا بالحق والفتاح العليم. أرادتم به جزاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستغفرون عن ساعة ولا تستقدمون. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين صدقوا للذين صبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الذين استكبروا للذين صدقوا فنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم وكنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأولاد في أعناق الذين كفروا رجالا إلا ما كانوا يعملون. أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا بما أرسلتم به كافرون. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرضا لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما أموالكم ولا أولادكم التي تغربكم عندنا زلفى إلا من أمر عامل صالحا فأولئك لهم جزاء بما عملوا وفي الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون. ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يملكه وهو خير الرازقين. يوم نحشرهم وما يحشرون جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. بينات قال الذين قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ما هذا إلا إبكم مترب. قال الذين كفروا لحق لما جاء من هذا إلا سر مبين. آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسل إليهم قبلك من كذب الذين من قبلهم وما بلغوا بشارة ما آتيناهم
أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وإلا نذير لكم بين يدي عذاب الشديد. ما سألتكم من أجر فولكم من أجر إلا على الله وعلى كل شيء شيء. قل إن ربي يضيف برحمة الله مريد وما يبدو الباطل وما يريد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإذا بيت فبما يريد يا ربي إنه سميع قريب فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وأنا لهم التراوش من مكان بعيد وكفروا بإيمان غبر ويضيفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأجزائهم غبر إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الأرض ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. عدوهم فاتخذوه عدوا إنما يدعو الدعو ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين أمروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا لهم نزق عليه حسنا صار الرياح فتثير سحابا فسقناه يا بلد ميت فعلي يا بلد بعد موت يا كذلك النشور. من يريد العزة فلله العزة جميعا يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يغفرون السيئات لهم عذاب شديد ومرور من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسون وثلاث جميل وآخرة تبتغوا من فذي ولعلكم النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذي لا تدور من دونه ما يملكون من غلم يدعو ما يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا تجد أجرد وزر أخرى وأن تد مطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا غربا إنما تنذر الذين أخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة أمانة
ذكاء النفس غير الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الذل ولا الحرور. ما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسلم ما في القبور إلا نذير بالحق بشيرا ونذيرا وإن بأمتي لا خلا فيها نذير. فقد كذب الذين بعبد الله ورسوله بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وأعدوا الذين كفروا فكيف كان النكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال تتجمد وأمر مختلف ألوانها وغرابه بسور مختلف الألوان كذلك إلا ما يرضى الله من عباده والأبواب إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدعون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله غفورا شكورا. من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من بما دين غير مصير. ثم أورد الكتاب الذين صدفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بيد الله ذلك هو الفضل الكبير. ألا تعني يدخلون لا فيها من أساورة للذهب واللؤلؤ ولباس فيها حرير. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغور. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ويموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزى كل كفور. هم يستريحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما لظالمين من نذير. إن الله غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مهدا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلى غرور. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا. هم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استمراروا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي فلا ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليجزهم أيدايا في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن أنظروا إلى أجل المسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان
ارحم المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم اغفر قوما ما اغفر قوما حق القول على طريقهم لا يؤمنون بما جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي لله فهم مؤمنون بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الأليم معكم أن ذكرتم فلا تقاموا مسرفا وجاء من نقص المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنعني جفاك فيا ولا ينقذوني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون أن تعالى ليت قومي يعلمون غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من مدينة الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الحديث الحليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار فكل آية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك الرسول لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق على طريق لهم لهم ينقذون رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تعلمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله ويتمعون من عز إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادق ما ينظرون إلا صيحة واحدة لا تهدهم أم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الصور فإذا هم من إلى ربهم يحزنون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا تظلمون شيئا ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون ما صابر لنا
عليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فتضل منكم دولا كثيرا ولم تكونوا تعقلون جهنم التي كنتم توعدون السلام عليكم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم ضمسنا على عينهم وسبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فصدعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لا يرسى في الأرض فلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى الله على كافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فدللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ويستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا والله أعلم من يحيي الإنسان مرة يرمي ويحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا والصافات صفا والذاكرات زجرا والطائرات ذكرا إلى كل واحد رب السماوات ورب ما بينهما ورب المشارق زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويضافون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب خطفتك عذاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا ما خلقنا إلا خلقناهم مهدين إلا ذنب بل عجبت ويسهرون يركضون لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسهرون إن هذا إلا سحر مبين وإذا متنا وكنا ترابا وإذا ما رأينا لمبعوثون وما كانوا يعبدون من دون الله عبدوا من صراط الجحيم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون قل يوم مستسلم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان وكنتم قوما فاقرين وحق علينا إنهم كانوا عقيل لهم لا
إنا جعلناها منة للظالمين شجرة تخرج في رأس الجحيم وكأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن الله عليها لشوبا من حميم إن مرجعهم إلى الجحيم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرجعون الله قبلهم أثر الأولين أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فالمات مر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين يا إبراهيم ما صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المسلمين إن هذا ذو البلاغ المبين لقدينا في لب عظيم وتركنا عليه إبراهيم يا سلام على إبراهيم كذلك نجي المسلمين بعد وتدعون أحسن الحالين ربكم ورب آبائكم الأولين إن وتبوا فإنه لم ضرور عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين على ياسين كذلك نجي المرسلين من عباد المؤمنين وإن لوطا لم ير المرسلين نجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليه شجرة من يغضي أرسلناه إلى مئة ألف عام يزيدون ومتعناه من الأحيان لربك البنات ولهم المنور أم خلقنا الملائكة فهم شاهدون إنهم يبكين ويقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصدف البنات على البنين لكم كيف تحكمون تذكرون أم لكم سلطان مبين بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ويا كلمة الجنة إنهم لمضرون على الله وما يصفون بعد الله المنزل وما تعبدون عليه بفاتنين من هو صار اللحيم منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون لنحن المسبحون فصاف يعلم ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين اللهم
جميع الأموال والأفات والمتاعب وأبصر فسوف يصيب بعذاب لا يزال فإذا نزل بساعته مساء صباح المنزل فتولى على متاعين وأبصر فسوف يصيب سبحان ربي رب العزة عما يصفون أسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر الذين كفروا في عزة وشقاق من قبلهم منهم قالوا لا دغم فزمان بغى بعضنا على بعضي بعضهم بيننا بالحق ولا تدري بعدنا يا سواء الزرع هذا أخي لو تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فوى الأب لي بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمروا وعملوا الصالحات وقليل ما هم نجاه كأنما بدلناه وذب ربه وغر راجع وراء داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا سليمان وطينا على كل
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمر رخال حيث أصاب صيادين كل بناء وأوازنا غنينا مغرنين بالأسباب. هذا عطاء مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس الغرام. ربنا من قدم لنا لا تزيد على بعد فمنا قالوا ما لنا لا نجد كنا نعد من الأشرار اتخذناهم سريعا دام لهم الأبصار إن ذلك العطاء تخاصم علينا إنما أنا مغير وما من إلا إبليس استغفر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما مرضت بيدي أسفرت أم كنت من الحالين. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من دين. فاخرج منها فإنك رجيم عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين بحق فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى بما يخلق ما يشاء سبحانه ولا اولئك الغفار. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يدي لهدى مسمى له العزيز الغفار. خلقكم من
نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ذروات ثلاثة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزروا وازرة وزر أولادكم يا ربكم أجلكم يا ربكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور سأل ضرء دعا ربه مريبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه ما قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متى بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قالت نارا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي ربكم للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إلا ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين أخاف أن أسألت ربي عذاب يوم الحساب أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم فأليم أمر يا مسيح ذلك والخسار المبين لهم من فوقهم ظلل من النير ومن تحتهم ظلل ذلك يوفق الله به بعد في حيات قدما الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب ومن حق عليه كلمة العذاب أفاد تغمض ما في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتلاه بزرعا ثم يجعل يدعونا وإن في ذلك الذي لا يجعل الألباب أفما شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاصية قلوبهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يهد الله وما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء كذب الذين من قبلهم أتاهم عذابهم حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون للناس زيادة نوران من كل مطر لعلهم يتذكرون عربيا غير ذي لعلهم يتقون رجلان في شركاء متشاكسون ورجل سائبا لرجل أيدويان حذرا الحمد لله فلا ترون يعلمون إنك ميت وإنه ميت وما إنكم يوم القيامة عند ربكم تتصفون
هناك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادي ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي غضى عليها الموت ويرسل الأولى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دونه شفعاء من وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه هم يستبشرون اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب وشهادتي أن تكون بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لم تداوي بما سوئل على أمر يعمل وبدا له من الله ما لم يكونوا يتزفون سيئات ما كسبوا وحاق بما كانوا بيستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما ما كسبوا والذين ظلموا من الله سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولا نعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تجدوا من رحمة الله إلا الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور كذبوا على الله وجوههم مسدد عليك سبيل أنه مثل للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازة ما يمسهم السوء ولا هم يسرون الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين يقبلون بآيات الله أولئك هم الخاسرون قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات جميعا بيده وتعالى ما يملكون
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين أشهد أن يقضي بحق والله يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وأعلم بما يفعلون زمرا ردا إذا داوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم على ما زمرا ولكن عقد كلمة العذاب على الكافرين زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقالوا مدينة سلام عليكم تدخلوها خالدين وإن الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فبما أجر عاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يا بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ففي الذين أتاقوا واتبعوا سبيلك وطيب ذاك الجحيم غفر وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وما تغي سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا يدعون ربط ما يغفر من بعدكم أنفسكم إن تدعوا إلى الإيمان فتدخلوا قالوا ربنا أمتنا اثنتين أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهلنا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله من أمري على من يشاء من الدين يغفر يوم تلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله إلا الله لمن الملك اليوم لله واحد الغفار يوم تجزى كل نفس بما كسبت ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إنهم يوم العازفة إذ الغروب لدى الحناجر كاظمين عباد ظالمين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض ما غنوا الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي
بلادنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا قتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله على يديم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن ما لكم من الله من عاصم ومن يدل الله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم بالبينات به حتى إذا هلك بغير سلطان نتاهم كبر ما دعيت الله وإن الذين آمنوا كذلك على كل قلب متكبر جبار فرعون يا هامان ابن لي ذرعا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك مثلا ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يا قوم ما لي ادعوكم من النجاه اتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وعليكم بالعزيز الغفار ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار يقولون ما أقول لكم فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما الله في الآيات ومكروا وعام بها إبراهيم رسول الله يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا بالبينات قالوا بلى قالوا بلى وما جعلوا الكافرين إلا
الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك في العشي والإبكار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نطاق في صدور الكفر ما هو ببالغ بيت الله إنه سميع بصير. حق السماوات والأرض والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيظلون جهنم داخلين. الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. السماء بناء وصوركم وأنزل سوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم وذلكم رب العالمين. يا حي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي ومن دار من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى وعلى الذين عدوا مولدا فإنك فإينا يرجعون. ولقد أرسلنا من رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله يخذ بحق فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وعقل ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا قلوبنا في
سكنة مما تدعونا إليه وفيها جاننا أهرب ببيننا وبينك حجابا فمر لنا عامرا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستغيثوا إليه واستغفروا ومن المشركين لا يؤتون الزكاة وهم بآخرتهم كافرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم أجرهم ممنون أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ورد فيها وضع فيها بعد أيام الزوال للسائل فزوى إلى السماء وهي دخان فوال الله وهي الأرض ثلاثة ولكنا غارتها جينا طائل وضعن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وإذا ذلك صديق عزيز عليه وإن أرضوا فإن أرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا من أشد منا قوة أولم يرى أن الله الذي خلقهم أشد منهم وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام مضت لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يخزى وهم لا علينا قالوا الله الذي أعطى كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولا يظلم خزيئا بما تفعلون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فارتاكم وأصبحتم من خلفهم وحق عليهم الغاب فيهم من غضب من غضب مهد على سيدنا كانوا غاضبين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزين وسوء الذي كانوا يعملون جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار خلدا بما كانوا بآياتنا يجحدون فقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعل ما تتأتى من أهل يكون من المسلمين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تغافوا ولا تجلوا وأجروا من جنة التي كنتم توعدون بالحياة الدنيا وبالآخرة ولكم فيها ما تزكي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
تدفع بالذي بالتي يا سر بين الذي بينك وبين عداوتك أنا ولي الحمي إن الذين كفروا ما يلقى إلا ذو حظ عظيم وما ينزغنك من الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقك لا تسجدوا وإن سبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون أم يدري أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ولمضت إن الذي الذين يلحدون لا يخفى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلغى في النير فصلت آيات أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبق من ربك لأوذي به ساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي ويوم ينادي بين الشركاء قالوا أذناك ما بنا من يدي وذل عن ما كانوا يدور من قبل وظنوا ما ضعوا من بعيد لا يسمون منا من بعد ضراء مسد ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لنزا فرنا بأن الذين كفروا بما عملوا أنهم من عذاب غريب قل رأيتم إن كان الله عظيم من عند الله ثم تبرد بي ونظل من بلوى فيه سنقيم آياتنا في الآفاق وفي أنفسي حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء إنه في بيض من لا يكفي ولا إنه في كل شيء الرحيم حميد سين غاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فذات السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لحمد ربهم إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله عبيد عليهم وأنت عليهم كذلك أوحينا إليك قرآنا
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم لم لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السماء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالمون ما لهم من ولي ولا نصير هو الولي وعلى كل شيء قدير وما اخترتم فيه ما شاء فحكموه يا الله ذلكم الله ربي عليه لو كنت اليه السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدعوكم اليه كمثله وهو السميع البصير السماوات والأرض يصد الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم جرى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين لا تشركوا بها إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لأغي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من أمرهم فادعوا واستقم كما أمرت لا تتبع أحواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له عندنا إلا تنعم ربهم بها والذين آمنوا مشفقون منها ويظلمون أن الحق ولا إن الذين يمارون في ساعة لفي ضلال بعيد وهم لطيف بما دينتم من يشاء والربيع العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نتمنى وما له في الآخرة من نصير لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لأغذي بها وإن الظالمين لهم عذاب مشفقين مما كسبوا وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات جنات لو ما يشاءون هذا بذلك هو الفضل لا أمروا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة بغرفة ومن يهدي أثرة كزل أو بها عزة إن الله غفور شكور يقولون افتري على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويقول له الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور Did you?
يشاء يسكن الريح ويظلم الواكد على ليل في ذلك الآيات لكل سبان شقا يقول بما كسبوا ويعفو عن كثير ولم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مهين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير الله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش وإذا ما غلبوا كفروا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ومن أفا وأسلم أجر على الله إنه لا يحب الظالمين ومن تصر فالذنب فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الله على الذين يظلمون الناس يقول برزق غير الحق أولئك لا عليهم ومن صبر وغفر إن ذلك لم يحزن أمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم الذين يضل يا الله إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما لهم من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم برد له من الله ما لكم من ملأ يومئذ وما لكم من نكير فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أدخل الإنسان إذا رغبت أمر يابها ويجزم زيئة بما ردم إليه وإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض وحينا من وراء حجاب لا يرسي رسولا ويضحي منه ما يشاء إنه علي الحكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من فتى من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم خلق السماوات والأرض يقولن خلقهن العزيز العليم جعل لكم الأرض بها وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون نزل من السماء تذكرون نعمت ربكم إذا استويتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى ربنا لمنقلبون من عباده جزئنا يزال وكفور مريم اتخذ مما يخلق قناه واساكم بالجحيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب في الرمال مثلا ظل وجهه مسدا وهو أو من ينشأ في حجة أرض الإسلام غير مبين أجعل الملائكة
الذين عباد الرحمن إن أتيت وحضرت كتب جالت ويسألون هل لو شاء الرحمن ما عبده وما لهم بذلك من علمهم إلا يخرصون إنهم ذكاب من قبلهم فهم به مستمسكون قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم وبعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربها خير مما يجمعون لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل لمن يكون في الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الرحمن فإما نزلنا بك فإنا منهم ظالمون لأنك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه نذير لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه بالبينات قال غجيتكم بالحكمة وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه واتقوا الله فاتقوا الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم أي يدرون فإلى الساعة تأتي أو تتوقع الله يشمر الأخلاء يوم
واحد بعضهم لبعض عدو إلى المستعين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأبواب وفيها ما تزكي الأنفس وكانت العين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فاتروا الله فيهم الرسل ما ظلمناهم ولكن كانوا أمرهم فإنا مبرمون يعزمون أن لا نسمع سرهم ونجاهم بلا ورسلنا لديهم يهتمون إن كان للرحمن ولدهم فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ويرموا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون والذي في السماء إله وفي الأرض إله حكيم عليم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ويملك الذين يدعون من دونه جماعة إلا من شهد في الحق وهم يعلمون من زلتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فأنبع سنة وسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ربي والكتاب المبين فتنا الله وما في عام وجاء رسول كريم إلي عباد الله إني لكم رسول أمين تعلو على الله إني أهديكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أعتزل وإن لم تؤمنوا لي فاعتزل فدعا ربه على هؤلاء قوم مسلمون عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر وإن لم تؤمنوا مغرقون تركوا في جنات وعيون ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين وأورثناها قوما آخرين وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين بني إسرائيل من عذاب مهين إنه كان هاديا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم حرام آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين من سودس ويسبر المتقابلين كذلك وزوجناهم بحورهم فيها بكل فاكهات آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وما عذاب الجحيم من ربك ذلك هو الفوز العظيم وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنهم مرتقبون تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث
وقيام الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتزكية الرياح آيات لقوم يعقلون آيات الله يطوف عليك العذاب في حديث بعد الله وآيات اليوم لكل أفاك نذير أسمع آيات الله تدعى عليه ثم يسر مصطبرا لم يسمع فبشر بعذاب أليم ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا من تغنوا من دون الله أولياء ولهم عذاب أليم كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ونهر لكم تشكرون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض قل للذين آمنوا يغفروا للذين يغفرون أيام الله ليجزيهم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسهم من أساء فليتهم إلى ربهم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواهم أحياهم ومماتوا ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا يقالوا بها بائرا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجعلكم يا يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ ينصر كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستهزئ بما كنتم تعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا حاق بما
نصيد لقاء يومكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستهتفون الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم بالحق أجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مرضون أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سر مبين أم يقولون افتري قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى بشيء بيني وبينكم والغفور الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما خيرا ما سبقونا إليه وإذا كتدوا به فسيقولون هذا إكم قدير من قبل كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق رسالة عربية ليُنذر الذين ظلموا وبشر المرسلين حملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا ما صالحا ترضيه وأزعني الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد غلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويحيى بما عدا الله يحكم ويقول أولئك الذين حق عليهم الغابل في أمم غضا من غريب عدل ونزل أو كانوا حاضرين درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أيام يعرض الذين كفروا على النير أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستغفرون للعذاب غير الحق وبما كنتم تظلمون واشكر لعاد إذا اندرغوا
قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه لتأفكنا على آيات آبتنا بما تهدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكني أرسلكم وما تجهلون أنه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مبطلنا قالوا مسألت به ريحا فيها هذا من تدمر كل شيء بأمر ربها ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم من الله عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدة من شيء كانوا يجدون بآيات الله وحاق بما كانوا به اتخذوا من دون الله قربانا هيا تفضلوا عنه وذلك يكون ما كانوا يقدرون وصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حذروا قالوا انصتم لما اوتي ولوا الى قومهم سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بي أغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا إله إلا هو كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ما يؤتى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ هل يلك إلا قوم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ولقد رأيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم لهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إذا انصروا الله ينصركم وإذا ثبت أقدامكم والذين كفروا فتزل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأفسد أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين ويغني ثمن عليهم الكافرين أمثالها أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار والنار مثوى لهم قرية هي أشد قوة من قرية التي أردتك
من غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ونعمية من ربهم كمن هو خالد بالنار وسقوا ماء حبيبا فطهرا ومن من يستمع إليك حتى إذا خرجوا والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم مثواكم ومثواكم يقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال وليس الذين في قلوبهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم بلعن الغار والله يعلم أعمالكم ويلبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أن يبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله ويصرف الأعمالكم يا أيها الذين آمنوا فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدلوا من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يؤتي المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاته وكان ذلك عند الله فوزا ويعذب
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله إذا النصر عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنا وأعد لهم جهنم غصا المصير ولله جنود السماوات ما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يمد على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا المغلفون من الأعراب ستجلسنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا يا من لا يدفكم ذرنا ولا يدفكم نفر الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزهر ذلك في قلوبكم وظلتم أن نسوا وقعتم ومنبورا بالله ورسوله أن هذا ذلك في رسائل ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل تتبعونا كلام ستدعون إلى قوم لي بأسا شديدا تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يجركم الله بعد الحسن وإن تتولوا فما توليتم يا قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله وعلم ما في قلوبهم أن السكينة وأصابهم فتح قريبا وما خزية يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ورزقهم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم لتكون آية للمؤمنين وأيديكم عنهم ببدل ما كتب ببدل أن أذبركم عليه وكان الله بما يعملون بصير والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير من الله في نعمته من يشاء لم تزينوا العذاب الذين كفروا منهم عذابا اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحق
حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأتمهم كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وعلا وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تعرفون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك مخافة والذي أرتى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه عجب الزراع ليغيظ فيهم الغفار وهذا الله الذي